للكوجينة احنا، وبما انه وصلنا للكوجينة وعندي مريم وسارة، هاي ترى شنو باش نعملوا؟ كي تراو المكونات هذوما باجيت فارسي، باجيت فارسي بي؟ انا نقول بيتزا. انت تقول بيتزا، هما شنو الحاجة اللي عندنا هون؟ ايوا سالتكم تون اي زيتو اي عظم اي ثم عظم مصموط وعظم وايوا على العظام المصموط وعظم فقس مفقس اه وجومبو اه وبات اذا الباتشنيه احنا حضرناها وقصيناها راهو بات هذه اسمها بات فويتي اوكي باش نعملوا ان فويتي اوكي باهي هاك نبداو نمشيو ديكا ديكا احنا الصعيب عملناه غلينا العظم فقسنا عظمتين باش ما نخليكمش تعاودوا تخسروا ديكم الكل تعبتكم البانتور دونك الجامبون تقص وفما تون بيان سور هذايا نجمو فما شكون نجم يعملها بالجامبون فما شكون يحب يعملها بالتون احنا كم هكا جعانين ونحبوا تمخنيخ شنو نعملوا نص فوالا زدوها حاجه تراو تزيد تبان بي دونك جوست تاخذوا كل وحده عظمه باش تعرفوا كي تقول لك تفرمها تحس هكا فوالا ها اول ريفلكس صحيح صحيت فوالا ولا قالت الحق من كدا باش تعملوها باش تخليها ترف 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 قط قط اي وتعاود تك 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 تعمل هكا اللي تخليها من نكته فوالا على خاطر الفكره اللي احنا بعد فوالا ها باش نحط انا الجامبون اوكي ها باش نقول لكم شنو باش نعمل انا باش نستناكم ها حطيت الجامبون وباش نحط التون اوكي وباش نستناكم تزيدوني العظام والزيتون والزيتون ها الزيتون باش نبدا ننقص انا بيدي معاكم تخلطوا عليه اه تفضلوا تنجموا تبداوا بنات اول حاجه لازم نقصوها هكا باش نجموا نعرفوا كيف اه اسمع انت قص وقلنا كل مره اش تعمل لازم تقص على اثنين ها باش تسهل عليك بعد تقص هكا على اثنين اخرى ها وهك بعديك تاخذهم تاخذ واحده هاي دوبي لكم السكينة تعملها هك فوالا الزوم تخليهم على جنب باش بعد ترجع هك مغرومة بلي زيميسيون تاع الكوجينة تتبع اه فما قواسم مشتركة وفما لي معناتها وكل واحدة عندها كيف فماش قواسم مشتركة فما دي زونيفير ديفيرون معناتها الانيمي على الدانس اسمع انا ما قبل كي كنت في عمركم واصغر شويه واكبر سي بون سي بون جو ما يديك ما يوليش يسب العظام كي كنت معناتها حتى اكبر ماما تبدا تقول لي ايجا اقعد تفرج فيه ما كنتش مغرومه بالتطيب الحقيقه ماما يزي يزي بتولي كل كعظه مشيت هذا لو طون بعد نغسل يدينا بكدا وجيت ها ايسي هاي البوبيل دوك تقول لي اقعد تفرج فيها او موا باش تتعلم تولي عندك دي ريفليكس وانا نقول لها ليه ما عينيش وكل كي كبرت طلعت حالة حليلة لين حطينا في ملكيت قاعدة نتعلم معاكم فهمت؟ بيه؟ أنا بس دون طيبة دي كريب و كريب سالي سكري هاو عنا شكون سالي وعنا شكون سكري قصة وخيات بيه؟ العظام سي بون حاضر أمورنا مريقلة برافو لي في بيه؟ أستوس بيه كان نتاع ديليس اوكي نحبوا نحطوه بوغ افوار دي فروماج بون اسمع فما كلافي جوستمون اون كتو حاجه هكا هاي كل واحده فيكم تحل قصوها ولا تنجم تقصوها على اثنين على ثلاثه تنجم تحطوها طول تنجم نحطوا قد ما تحبوا اسبي اون كتو اكثر قد ما تزيدوا مي جو بونس دو مورسو باهي كافي يكفي
نزيد الزيتون ابري في الاخر نشوفوا شنو لا روسيت اي لا روسيت سهله اما الحاجه البنات اللي هذه سي روسيت نجموا انتم تعملوها وحدكم خاطر ما فيش غاز فوالا على خاطر لا ديرنيغ ايتاب احنا خلينا الفرن تاعنا يطفى لا ديرنيغ ايتاب كي تحضروها وتحضروا البلاتو تعطيوها لماما ولا بابا يدخل في الفرن وتكونوا انتم عملتوا الغوسيت فهمت اسمع اجيو هوني ومن بعد ننظموا البلان ترافاي تاعنا اوكي نخدم مع نظام خاطر مشيتي حلك غادي فوالا قالت لي حاجه ياسر مهمه قالت لي انا مقديه بالحق امان عبد صغير عمره 19 سنه يعرف القدا ان شاء الله يكبر به القدا خاطر معناتها سي اون فالور مفقوده دو لو جور دونك ان شاء الله اذا ماما نعرف كانت تبع في البرنامج تشيخ تقول لي ريت مقديين في عمرهم تحيه لماما بعد نغسلوا يدينا لا ناخذوا بهم هكاك بيان سور اما فما عباد كي طيب تعمل حاجه تمش تغسليها تعمل حاجه تمش تغسليها لا شفت لا يسون دي مانكينه ذوكم شو معناها؟ معناها لي مانكينا العباد اللي يتفرجوا فينا يعرفوش معناها معناها سي دي بيرسون كيما نقولوا مانياك فوالا معناها باغ اكزومبل وني فما وسخ هو معناها il peut pas résister معناها هكا يبدا يلابيل فام دو ميناج باش تمسح له ينجم وحده راهو سورتو اي ما فما عباد يحبوا ديما كل شيء موا سوسيين كل حاجه انت هو قال لك اوفرتور فاسيل مسكين ذا مون كريمي كان شو قال لك افتحني من هنا عمل لك مثلث هكا شو قديش وسع انت بالك معاه تعمل تاك شو جي هكا تاك تاك ترى جي انت مسكين تمعسو مسايكري ليه هذا هو اسمه علاش مون كاري خاطر سان بوتي كاري لا 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 نقسموا على اثنين نقسموا على اثنين بعديك نحل من جهتي فريمون مسكين il souffre باهي هذه هكا نزيدوا هذه وي توا تحل نعم تربي شخشخني شخشخني ها الوغ il souffre بعد بالك العظام ما تقربلوش احنا لازمنا نوليو في ملكيت نشدوا شعوراتنا يا جماعه علاش ونلبسوا توك نلموا شعره خاطر شو عندك زميلتك الشيف مخبيك تاعها شكون انا هاي كملت؟ هاي فوالا نغسل يدينا لا نكملوا نغسل يدينا باهي تعرفي كيفاش؟ خلينا نعملوا اون بوتيت بوز ننظموا البلان ترافاي نتاعنا ونبداو نظيف ماك تحب تظيف فوالا هاي بوس وابعثوا لنا تصاوركم كي تعمل لي غوسيت نتاع ملاكيت ابعثوا لنا لي فيديو اللي تصاور بالحق سانو في فريمون بليزير كان فما دي غوسيت تحبوا نعملوهم تنجموا تبعثوهم لنا زاده كان تحبوا تشوفوا نجموا حتى نقولوا شكون بعث لنا الغوسيت وكم سا نعملوا لا غوسيت دو درا شكون لي دينا تخسلت والبلان ترافاي نظاف والريحه رجعت بنينه وارتحنا العظم باهي اما بنينه الوغ هذيك منعتكم اذا فقستهم وحدي خاطر باهي باش ناخذوا توا لاباط فويتي ما قاسيناها مربعات 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 فوالا باش نحطوهم هكا اوني تخوا اوني تخوا هكا هذيك قال لك تعرفش كيفاش هكا باهي باش نجيو هكا باش ناخذ بالزبدة سهلة العملية ولا مش سهلة؟ سهلة أما ما احنا خاطر نجم قوتي تاخذها نجم يجيوك ضيفين
ماما تعمل مفاجاه تعاونها وتنجموا تهزوا حتى جوتيل المكتب نعرف حسن مع حتى في الفطور نعرف تهزوا جوتيل المكتب لي خبش تشهي وصغار الاخرين يجيبوا حدكم صحابكم تنجموا وانتم ما في جاكم تنجموا تعملوا هالكل الوغ هذايا هوا الخليط تفضلوا هذايا ثانيه باش نكملوا دونك لي فويتي نتاعنا سهلين دونك لي زانغريديون اللي عندكم في الدار كثروا بعجبن خاطر بنين يبنن حطوه في الوسط هذيك هذاك شيء اسهل قربي لا عادي يا ساره شيرينغ از كيرينغ ساره شنو شيرينغ از كيرينغ نعرفش يعني لا مش عاونة معناتها كي نقسموا الحاجات كونت اون بارتاج الحاجات معناتها نحبوا بعضنا معناتها نردوا بالنا على بعضنا هكا لا جوستيس باقي ها فماش حاجه نحي بال نجم تطلب من صاحبتك هكا تعاونك تعطيك مغرفتها اقل معون خاطر تغسلوا انت مش تفهمنا جيش تدي يعني ما نغسل شنو تدي قلت قلت لك ما نغسلش علي هكا علاش انا نغسل وانت ليه خطريتك بساعات اذا لي تشخشخت هذي راه تنجم تبدا جبوا الفرن هذا مع بعضكم مع بعضكم مش نقضي لكم كل واحده وحدها مع بعضنا والعباد يتفرجوا فينا تنجموا تحطوا ملاكي في اليوتيوب ينجم يتعاود مش اكيد تنجموا تعملوا لا ميم غوسيت في دياركم فوالا اما ماذا بينا زيد تفرجوا في الحوار فما تبارك الله بلان دو غوديف ونهار الاحد في نفس التوقيت كيما العاده وقت تعدى ملاكيدز 4:30 فوالا اسمع خربلها شو ماخذتها وحدها مع بعض بو يظهرلي ان نكملوا حوستنا قبل ما تلحم ونتلاقاو في الصاله الفويتي متاعنا حاضر خليوه يبرد شويه باش نجمو ناكلوه شقاولكم شقاولكم قبل ما نقولهم بالسلامه وكل نوريهم شويه شتيح عاد زوز قالوا مغرمين بشتيح وبوان ان كومان شكون فيكم حاضره انا ساره اي اليك ال سالو 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 فوالا هكا سالو في الدانس ما تعملوش هكا كيما المسرح وكل فوالا برافو قد ايه عندك تتعلم دانس؟ مليانة عمري 3 سنين داكوغ دونك هذا شو اسمها شطحي 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 بيج بوي بيج بوي اما فما الغناء اسمها بيج بوي اما شطحه فما اسم ولا تسمى هيب هوب ولا سي كوا؟ سي بريك دانس او ميم تون دانس مودرن. اوكي، دونك شقلت لي هذايا شتيح نتاع الجينيراسيون نتاعكم؟ انا اي مش انت قلت لي هاي ما حسستني كل مره تقولي جينيراسيون جينيراسيون. باهي شقول لكم نعملوا ترتيحه صغيره نتاع كادو. كان تحبوا كان ما تحبوش. نكملوا دانس. نكملوا دانس نكملوا دانس. كادو اسمع خلنا نعطي ناخذوا كادوات نقولوا نسلموا على عباد اللي نحبوا نسلموا عليهم اللي يستنوا فينا باش يتفرجوا فينا نهار الاحد هذايا ومن بعد نكملوا بيك بالدانس اش قولك فكره باهيه ولا مش باهيه؟ هيله ولا مش هيله؟ هيله موافقه؟ تري بيان الوغ
هذا الكادو من عند يميمة. دونك هذا لسارة. تفضلي. عايشك. وهذا بيان سور ليك انتي مريم. اسمع جون بروفيت انا بحذايا اليوم انا مزيستي سنعمل اهدايات انا مش نعمل اليوم. حلو حلو شوفوا كادواتكم. دونك بحذايا مريم وسارة. دونك دوكو نحيي اختي اللي اسمها مريم وبنتها اللي اسمها سارة. فوالا دونك هاوكا جيتوا عائلية محسوب الحلقة. محلى. هذاك بازل وعندك قصص راهو عندك ان جو شو هذايا خاطر تعرفهم لي جو يا ميم هذا ياسر سامباتيك. دومينو. لا هذاك اللي تحط تعرف تطلع انت شكون تحط تنجم تلعب اون فامي ومع اصحابك وكل شيء وعندك لي كونت وعندك جسر النجاح باش تحضر لي زيكزامان فوالا. اوكي الوغ سكون كادو هذايا من عند ابغاكادابغا. نحب نشكر برشا ابغاكادابغا على لي كادو نتاعها. لو برومي كادو يمشي الى مريم. تفضلي. اسمع قبيكه سالتني مريم قالت لي يا اخي لي كادو تجيبوهم بالاعمار. لا تخيل نجيبو لك كادو مثلا تاع كي نجيك كادو تاع 3 عام مثلا. من يعني نفرح ونعديها. تعديها. اما تتقلق شوي. يعني تروح دار تغاش تقول بربي بيكاشو كادو قولي قولي بالحق ولا يعني كل كادو ما عجبنيش حتى نتاع 3 خلي كيك ديكور ديكور يعني ميسيل كان عجبني تاع حتى ما تاع 3 وتستفاد بي هاوك انا تا باش تحل كادو وتقولي تقولي ديكور والا باش تستفاد بي هاي حلو انا كان حليته راني ديجا حليته لعبت بالكادو. الوغ انتم زيدا كان تحبوا تشيو دي كادو ولا تشيو دي جو لصغاركم ولا باش تهديوهم تنجموا من دياركم تمشيو سور لو سيت www.abracadabraonline.store تشوفوا لي كادو اللي فما لي جوي اللي فما وتكمانديو والكادو يجيكم حتى لباب داركم على الجمهوريه التونسيه كامله. الوغ هذايا باش تصنع الساك نتاعك جاوب ستو زيدا عجبها الكادو. الوغ ديكور ولا لا تصفيت تصفيت يس هذو كادو نجحوا صح البنات ان شاء الله مبروك فيت عليك هذا مش برشا هذايا باش تحلوا تالي حتحلوا في الدار هذايا اون فيت باش تصنع هاكا ماجيك فورست باش تصنع لا فوغي ماجيك مغرومه بلا غين دي نيج راك قبل كنت مغرومه بها اكثر اما هذايا ادابتي لعمرك اون فيت فا كخي سي دو لا كرياسيون اسمع توا خلي نسلموا على اللي يتفرجوا فيك وكل وبعد نفهمك كيفاش تلعب هذا اوكي واو هوني نتاع كادو فيها اي في اسم دون مقديه مقديه فوالا اي شكون باش يبدا التسليم نتاعو اي تفضل عندك كاميرا رقم 5 باهي نسلم على امي كار مكبي اي دونك نسلم على صحابي سيرين يسرى اسلام ليندا ليندا واحده اخرى وغزوه وسارة ونسلم على معلماتي ستي سونيا ستي سمهان ستي نادية تيتشو ألفا وستي أميمة وستي مروة وستي سنة يعني نسلم على أمي نسيت العائلة اللي راهم يجري ويجريوا على كل كاستينج يا ناري نسلم على أخويا أمي وبابا وعموماتي وخوالي ومامتي ربي يفضلهم لك الفرح تفضل انت غاديكا عندك لا نيميرو 2 اوكي انا نحب جو دي بونجور لي على المكتب تاعي جان جوريس سليمه بيا عزيزه ابراهيم انا و على ميتريس ميتريس غايا ستي نسيت اسمها تاع العربي تتربجوا بها نسيت سلموا عليها ميلا برشا و تيتشر تاع لونجلي و مسيو عادل تاع سبور و نسلم زيدا على مي تونت الخلاويت نتاعي خلاويت الكل ها اي والبابي نتاعي مامي وصحابي الكل اللي قاعدين يتفرجوا فيا عملتوا جو اليوم بالحق فما حاجه حبيتوا تعملوها ما عملناهاش لا انا ممكن في اللعبه يعني حبيت شنو حبيت قولي حبيت اكس او نعاودوا الحلقة؟ لا كيفاش؟ ما تسالش وانتي؟ أنا
فما حاجة حبيت تعملها ما عملتهاش؟ أنا حبيت من الآخر حبيت نعمل حبيت نعمل كما نقولوا أنا فتحت شيء عملت كل شيء اللي حبيته. سيغ سيغ أما نقول لك سيغ سيغ. حلقتنا لليوم إن شاء الله تكون نالت أعجابكم، نتمنى لكم أسبوع جميل وسعيد وموفق، نقول لكم باي باي. باي أما باي. ما تمشيوش على خاطر عنا مريم باش تشتحلنا باش نكملوا شو اسمها الغنية؟ Last Christmas. Last Christmas مانيش في كريسمس؟ دانس. Last Christmas دانس. ردوا بالكم تغلطوا في غنية راهي تتغشش هكا مريم. نقعدوا شوية في لا ماجي كمان ديما. أي تفضلي.